الاول كنتي تسعود وفي النهايه ديال الولايه وليتي 14، نهار المره الولايه الثانيه كنتي 42، الولايه الثالثه كنتي 46، الولايه الرابعه كنتي 107، والولايه الخامسه كنتي 125. هذا تاريخ ثقيل، وانتم مضطرون ان تحافظوا على الالق الذي خلقه هذا الفريق النيابي المتصاعد في اعداده والمؤثر في 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 عمله الذي كان يقوم به يعني في على مستوى البرلمان، وعلى سواء كانت الحكومه سواء كان الحزب في الحكومه او كان خارج الحكومه. بطبيعه الحال يعني كاين واحد الاشكال كبر من هذا، هو انه اصاب الحياه السياسيه بصفه عامه يعني داء 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 وبلاء. شنو هو الداء وشنو هذا البلاء؟ الداء معشر اخواننا واخواتنا الكرام والكريمات هو انه استقر في يعني الواقع السياسي انسحاب المناضلين الحقيقيين الا قليلا في عدد من الاحزاب، لا نقول كل الاحزاب او في مختلف الاحزاب بمستويات مختلفه، وطغى نوع من الاشخاص الذين يشتغلون في السياسه يعني بالدرجه الاولى. بسم الله، اسمحوا لي، هذا تاني ماشي خاص بالرئيس، وغير سببه هو واحد الحلق عندي اذا سمحت الطبيبه. شكون هي الطبيبه ديالنا؟ البتول. الاستاذ البتول. البته تمزره. ولا الحلق ديالي كي على كل حال كل شيء تيبدا يعيا شويه بشويه. ف يعني هذا النوع من السياسيين الذين جاءت بهم الانتخابات الاخيره يعني في الحقيقه ليس بينهم وبين السياسه الا الخير والاحسان. ما معروفينش كمناضلين في المجتمع، ما مشهورينش بالاداء ديالهم والعطاء ديالهم، ما معروفش فوقاش دخلوا للاحزاب السياسيه، ما معروفش يعني هم اللي دخلوا والاداء ديالهم ليس باهتا ولكنه ضعيف ضعف شديد او مخجل. يعني دابا ما عرفتش واش خبركم ولا لا بلي واحد العدد ديال الجماعات ما قدرتش للمره الثانيه تعمل الميزانيه ديالها. هذه مصيبه، هذه فهمتيني ولا لا؟ الكلام اللي كنسمعوه هو نزاع على السيارات، على المصالح، على الهواتف، على الاراضي، على التليفونات، على جون سي بلي ترو كوا، يعني توجهات. هذا النوع من السياسيين يعني هادو ماشي سياسيين، وما جابتهمش الحزة على البلاد. كان شحال هادي كانوا الاحزاب السياسيه يعني كتلقى رجالات كل واحد فيهم يعني معروف وباين وكيتكلم وعنده تاريخ وتيأثر، وفي المقابل كذلك كتلقى عاود ثاني اشخاص يعني محترمين الى اخره. انت دابا هذا النوع من الناس اللي كنشوفوا دابا واللي كنسمعوا يعني حتى في البرلمان، يعني الناس اللي كنشوفوا اللي الى اخره وحتى اللي كنسمعوهم تتعجبوا في الحقيقه. اشخاص يمكن لك تقول لهم قولوا اي شيء يقولوه، المهم هو يبقى في هذيك الوضعيه ويبقى عنده هذوك التعويضات ويبقى عنده هذيك لي بريفيليج يعني الامتيازات، ولا كان من الممكن يكون شي مصالح اخرى ما ورائيه ما كنعرفوهاش وما كنسمعوش عليها الى اخره، او كنسمعوا عليها في الاخر وتتجي بها فضائح وتسريبات من هنا ومن هناك، والذي يدخل الى عالم التواصل الاجتماعي يكتشف العجب العجاب يعني في مختلف المجالات. في هذا الوقت لا شك ان امثال هؤلاء يعني اداء يعني دخولهم الى الحياه السياسيه واحتلالهم للمواقع
يعني خطر على البلد. يعني ماشي سي با انا دابا ماشي جيت باش يعني نشتمهم لا. هاد النوع هاد النوع اللي كان هاد النوع ماشي 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 ما كنتكلمش. كيمكن يجي شي واحد من رجال الاعمال ولا من ولا فلاح ولا كساب ولا اللي ما كان عنده علاقه بالسياسه ولكن تيكون فيه الصدق والمعقول ولا كان عقل على الناس بحال هكذا كانوا معايا في البرلمان. يعني كانت التدخلات ديالهم ما شاء الله. انا ما نهضرش على الناس اللي كانوا يعني يعني كيعمروا البرلمان بحال الوقت اللي كان مولاي محمد خليفه ملي كان كيوقف يتكلم مولاي محمد خليفه حنا في العداله التنميه كنا كندخلوا لانه كيتكلم بواحد اللغه عربيه سليمه وقويه واحد الصوت جهوري وتيقول اشياء قويه ماشي غير تيجي بداي الان. يعني البرلمان لا يكاد يسمع له ركز فهمتيني لا. ففي هذه الظروف هذه انتم اللي ما شريتيوش التزكيات. انتم ما شريتيوش التزكيات لانه انا شفت شي خبر شي 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 زعيم سوا ديزون ديال شي حزب سياسي ما عطى من داك الفلوس اللي قبض من الدوله حتى ريال حتى شي نائب برلماني مرشح نائب. علاش؟ لانه ما محتاجينش. ولكن كاين اكثر من هذا باش يديروا الحمله الانتخابيه. ولكن كاين اكثر من هذا الشيء. الاخبار اللي كنسمعوا حنا انهم هما شراوا التزكيات فهمتيني لا بعشرات الملايين ان لم يكن بمئات الملايين. فهذا اللي تيشري التزكيه هذا ماشي سياسي هذا تاجر يعني انت لا تاجر وريع او تاجر وجاهه او تاجر يعني. وهادو دابا هادو تيكونوا خطر على البلاد. هادو التجار كيعرفوا غير يبيعوا ويشريوا ما تعرفش نهار اش غيبيعوا فهمتيني لا. في هذا الوقت هذا انتم الحمد لله يعني مناضلات كنتوا العداله والتنميه